يلا معايا يا جماعه، يلا يا شباب، مش هدخل حد تاني، خش انت، مش هدخل حد تاني. طب يلا وانت تاخد لي 10 دقايق وبعد كده تقول لي خلصني 9:30. المثل يقول لك اذا اردت ان تطاع فامر بما استطاع، مش كده ولا ايه؟ الميجر نيرف. يبقى احنا هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن ايه؟ انا نفسي هنتكلم عنهم؟ فيمورال اوبتوريتور سياتيك، ماشي؟ والسياتيك بقى نتكلم شويه عن الايه؟ عن الكومن برونيال والتيبيال. والتيبيال باختصار، لان التيبيال هيتاخد لسه في الايه؟ في الفوت، في الـ في الـ في الليج. الفيمورال ده برانش منين؟ لما بريكسس اللي كام وكام وكام؟ 2 3 4. دورسال ديفيشن ولا فينترال؟ دورسال ديفيشن. معلش عدت دي. الاوبتوريتور فينترال ديفيشن. الدورسال ديفيشن يديني الايه؟ الفيمار. احفظه انت ماشي كده. ها؟ وكده مش هتنساه بقى تاني ان هو اسمها دورسال ديفيشن، مش هتنساه ان شاء الله. طيب يبقى ايه اللي 2 3 4؟ وذاك الاوبتوريتور كده مديني لون تاني، ده من الفينترال، ده من الدورسال ديفيشن. وانا مديها لك، شوف لك كاتبها لك ازاي؟ كاتبها لك موضحها لك اهي. ماشي؟ وبعد كده اللي هو فينترال روماي ال 2 3 4. كنا السنه فاتت كنا نقول لكم دور على الفيمورال نيرف لاترال ريسورس ميجور. لاترال ليها. ميديال لها اوبتوريتور، ولاترال لها اللي هو ايه؟ فيمورال. بينها وبين الالياكس. ديسندنج ديب لينجوانا ليجمنت. بعد ما يمشي ديب لينجوانا ليجمنت على طول حوالي سنتي او سنتي ونص. ماشي؟ يروح او انش يعني 3 4 سم يتقسم على طول الى انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن ويدي البرشات بتاعته ويختفي في مورنر نيرف. يعني في ميدل فيراساي ما فيش حاجه اسمها في مورنر نيرف، خلاص ده كان في البوبليتيه او اللي هنا اللي هو الادكتور اوبننج بتاع التيوبرك بتاعت الادكتور ماجنس. قلت ايه؟ اللي هو في مورنر ارتري وفي مورنر فين فقط، ما جبتش ما فيش نيرف. النيرف خلص بدري زي ما انا شايف كده اهوت، جه هنا راح جاي مقسوم، اتقسم الانتيريور ديفيجن والبوستيريور ديفيجن. انا ما يهمنيش الديفيجن، انما يهمني البرانشات بقى هتروح فين؟ هتروح لسكن كوتينس وجوينتس ومسلز. ماشي؟ الرسمه دي احنا قلنا طبعا ايه؟ ات سبلايز اول ذا مسلز اوف ذا انتيريور كومبارتمنت بلا استثناء. اول ذا مسلز اوف ذا انتيريور كومبارتمنت في مورال. يبقى هيدي الكوادريسبس ويدي معاهم سارتوريوس ويدي معاهم اليوسوس وبيكتينيس. حد معترض؟ حد مش فاهم؟ معترض يعني مش فاهم يعني. طيب يبقى كده فاهم. بصوا معايا نركز شويه على ادي النيرفا. احسن صوره تقدر تفيدنا في الموضوع. ادي انجوانا ليجمنت، يعني ده هو لسه في الابدومن. السوس ميجور تاخد منه او تاخد من اللمبر بريكسس. لان اللمبر بريكسس جوه السوس ميجور. تديها منها خلاص من غير ما نشوفها. وبعد كده اتكون في مورال نيرف وهو لسه في الابدومن قبل ما يمشي يخش تحت انجوانا ليجمنت يديني الالياكس. هو في الابدومن تمام. بعد ما يعدي انجوانا ليجمنت قبل ما يتقسم انتيريور بوستيريور ديفيجن يدي اللي هو بيكتينياس. خلصنا كده؟ يبقى خلصنا من ايه؟ اللي هي الياكس وبيكتينياس. الياكس فوق الليجمنت وهو لسه في الابدومن، ماشي؟ والبيكتينياس جاست بلو ذا ليجمنت قبل ما يتقسم تمام. بعد كده يتقسم الى برانشات انتيريور بوستيريور ديفيجن. ده بيديني البرانشات ديت بتتوزع ماسكولار وكوتينس وارتيكولار. الارتيكولار عن طريق الايه؟ عن طريق الماسكولار برانشز اللي هو ايه؟ هيلتونز لو اللي احنا متفقين عليه. شوف لما يكون عندك قاعده الدنيا واضحه ازاي؟ طيب الماسكولار برانشز احنا ايه ده؟ خلصنا اثنين عضلتين منهم اللي هم سواء الياكس وبيكتينياس، يبقى لنا 5 سارتوريوس وكوادريسبس تمام؟ 4 كوادريسبس 4 هيدز توحة وسارتوريوس ماسكولار برانشز تمام يا جماعه؟ اللي هو هنا مفيش حاجه غيرهما. وبعد كده الارتيكولار بيدي الهب وبيدي الني. بيدي الهب عن طريق البرانش الريكتس فيمورس اللي طالعه من فوق اللي بتشتغل سترونج فريكشر اوف ذا هب، وهو عن طريق النيرف بتاعها يدي الايه؟ الجوينت من فوق. وبعد كده التاتا فاستاي يدي الني جوينت. التاتا فاستاي النيرف فاستاس ميديالس انترميديس انترميديس وهم ايه بعد ما يغذوا يدي الني جوينت. حد معترض؟ يبقى كده قلنا الايه؟ الماسكولار والارتيكولار. بقى لنا الايه؟ الكوتينس. بيدي 3 كوتينس. ميديال وانترميديال كوتينس نيرف اوف ذا ساي وحاجه اسمها سافنس نيرف. ما يديش 3 كوتينس. خد بالك بص الرسمه دي، شوف 3 كوتينس طلع لوحده من اللمبر بيكسس، ها؟ شايفه؟ يبقى هو يدي ميديال وانترميديال.
هنا مثلا ايه ده مكان ايه ده الميديال كوتين سيرفر سايد سبلاينج الميديال سايد اوف ذا سايد لغايه الني. الانترميديت ياخد الايه المنطقه اللي جنب منه ماشي، واللاترال اللي هو مش تبعهم سبلاينج لاترال اريا، وده القصه لوحدها. البرانش اللي هو السنتري تايب بتاعته اللي هو سفنس نيرف. سفنس نيرف احنا سمعنا عن جريس سفنس فين مش كده؟ يبقى هنلاقيه هيصاحبه بعد شويه. السفنس نيرف تز الونج سنتري نيرف اوف ذا بوستيرير ديفيجن اوف ذا فيمور نيرف. انتوا متابعين كلكم معايا؟ ولا انا بتكلم سريع زياده عن اللازم؟ انا بتكلم سريع بس زياده عن اللازم، ولا متابعين معايا؟ دي مشكلتي الابديه، ما فيش محاضرات مع اي حد في اي مادي 20 سنه و 30 سنه في المحاضرات، راح يا دكتور براحه شويه. حاضر. فهنا عندنا هنا في اللي هو ميديال كوتينر بوساي، ودي انترميديات، ودي هنا السفنس هيكمل هنا بقى لحد هنا. نبص بقى السفنس بيتكون بيمشي ازاي ونظامه ايه. ده من بوستيرير ريفيجن، دخل الايه ده ديت الدكتور كانال مشي فيها من اللاترال ميديال، كان هو هنا لاترال الارتري بقى سوبرفيشال بقى ميديال الارتري، بعد كده طلع من الايه الدكتور كانال، ما يروحش هناك البوبليتيال بقى، مرجعه البوبليتيال شو اللي ما هو الفيسل ده مالوش دعوه. جه هنا ادي الباتيلا يدي سنتري برانش اسمه انفرا باتيلا برانش سبلاي منطقه الني تحت الايه باتيلا. هو هنا ده كله لسه ايه ديب برانش، عايز هو كوتينيوس يوم ايه لازم بيرسنج الديب فاشيا زي ما اتفقنا عشان يبقى سوبرفيشال، يبقى اتبيرس الديب فاشيا جاست بلو بعد ما يدي الايه انفرا باتيلا برانش بعد الايه باتيلا بقى سوبرفيشال برانش ماشي، يمشي على الميديال سايد اوف ذا ايه ني والليج والميديال سايد هنا ميديال ماليورس شفتوها انتوا وسمعتوا عنها في البون ماشي، يمشي قدامها يعني ايه اباف ات يعني قدامها مع الجريس سفنس فين لغايه الميديال سايد اوف ذا، وياخد الميديال سايد اوف ذا فوت لغايه البول اوف ذا بيك تو اللي هو الميتاتارسو فالانجيال اوف ذا بيك تو، يعني ما ياخدوش لحد الاخر يعني مثلا لو البيك تو لحد هنا كده يبقى لحد هنا البول بتاعته اللي هو الايه ميتاتارسو فالانجيال جينس اوف ذا بيك تو، وطول ما هو ماشي يدي ايه نيرف سبلاي. عشان كده في الصلاحيات سبلاينج ذا ميديال سايد اوف ذا ايه ليج اند ني او ني اند ليج، وبعد كده ميديال سايد اوف ذا فوت لغايه البول اوف ذا بيك تو لحد هنا. بقيه البيك تو في نيرف تاني هيجي له بعدين ماشي. نعم الميتاتارسو فالانجيال جوينت، ميتاتارسو فالانجيال جوينت زي هنا ميتاكاربو فالانجيال جوينت. ارسمها ارسمها ولا طيب انجري اوف ذا فيمور نيرف هو موجود هنا، يبقى هنا جان شوت او ستاب وند ماشي، او انتيري ديسلوكيشن الهيب انتيري ديسلوكيشن لو حصل اللي هو اقل وريل عن البوستيري ديسلوكيشن لو حصل ممكن يقطع الايه فيمور نيرف. تمام يا جماعه؟ لما يقطع الفيمور نيرف هيحصل ايه بقى؟ الموتور كوادريسبس كلها بارالايزد اللي بتعمل اكستنشن للني ماشي، واكستنشن مفيد عشان المشي وعشان الوقت فهنا، لكن هل كل اكستنشن بيروح؟ يتبقى شويه اكستنشن موجودين بالايه؟ لا مش هو ده لا لا مش يبقى هنا ايه؟ يبقى النيجون كانوا بي اكستندد ان ووكينج طبعا ايه؟ الادكتور الادكتور اللي هو بيبك بارت او الاسك بارت الادكتور ماجنس تساعد شويه ان تعمل شويه ايه؟ اكستنشن الادكتور ماجنس اسكيال بارت الادكتور ماجنس اسكيال بارت تساعد شويه في ان هو تقوم شويه بدور اللي هو فقد بالايه كوادريسبس ماشي. ده الموتور السنسوري سبلاي، يبقى السنسوري او السنسوري ايه الديفكت اللي موجود الفرنت والميديال سايد اوف ذا ساي، وبعدين ايه الميديال سايد اوف ذا ليج او اوف ذا ني اوف ذا ليج وانتنات لغايه الميديال سايد اوف ذا فوت لغايه البول اوف ذا بيك تو ميتاتارسو فالانجيال جوينت اوف ذا بيك تو. واضح؟ ده اللي هو الانجري اوف ذا اللي هو فيمورال نير. في اي مشكله يا جماعه؟ في اي مشكله؟ نعم انتيري ديسلوكيشن، لان هناخد محاضره اللي هو الهيب جوينت هتلاقي الريليشن انتيري قدام منه اللي هو فيمورال فيسلز وفيمورال نيرف ورا منه سايتك بوستيريور ديسلوكيشن يقطع السايتك انتيريور اللي هو اقل منه يقطع الايه فيمورال او سكينه مطوه. سمعت عن المطوه ديت؟ مطوه ارني يقول لك مطوه ارني غزال يعني. اللاتر كونسنسر بوساي عشان ما حدش يزعل ده لوحديه، ده برانش منين؟ لما بلكسس معدي تحت اللاترال اند اوف ذا انجوينال ليجامنت. الله، يعني ممكن ينضغط لان لابس حزام بيلت يعني ايه تايت يعني، او واحد كل يوم بيسافر في الطياره وكل يوم ايه اربط الحزام
وبعدين هو اوبيس ماشي اوفر ويت ماشي او في ميل بريجننت باستمرار فيضغط على النيرف. مكان الضغط على النيرف ده تحت الجوين ريجمنت طبعا هيأثر هو النيرف ده سبلاينج اللاترال سايد اوف ذا ايه اوف ذا سايد. يبقى في بيرنج سنسيشن في اللاترال سايد اوف ذا سايد نسميها اسمها لازم تحفظه اسمه ميرالجيا باراسيتيكا. ايه الاسم الغريب ده ميرالجيا باراسيتيكا اللي هو بيرنج سنسيشن in the outer side due to compression of the lateral cutaneous nerve او ساعات في كتب بسميه lateral femoral cutaneous nerve عشان محدش يتلخبط ماشي واضح يا جماعه. يبقى lateral cutaneous ده برانش لوحديه ودي قصه لوحديه ملوش علاقه بالفيمورال. انتوا معايا؟ نخش على النيرف اللي بعديه obturator. ده منين؟ هتقول لي انت بقى لمبر فينترال بيشر هتوصل فينترال ونفسه ال 2 3 4 ويبان على الميديا صدر سواس ميجور السواس تفصل الاثنين ادي واحده لاتر واحده ميديال صح ولا لا؟ وبعد كده ده يجي فين؟ يروح داخل من الاوبتريتور كانال شفتوها في العملي في الابر اند ذا فورمن. الفورمن ده بيبقى مقفول والفورمن مقفول بايه؟ من برين وفي حته كانال اوبتريتور كانال. اول ما يطلع من الكانال ديت يروح مقسوم الانتيريور ديفيجن والبوستيريور ديفيجن. انتيريور ديفيجن ديسندنج قدام العضله اسمنا عنها اللي هو الدكتو بريفيس والبوستيريور ورا منه يعني عامل ساندوتش للمصل. عامل ايه؟ ساندوتش للمصل. عايز تاكل؟ يبقى الانتيريور ديفيجن قدام المصل بوستيريور ديفيجن ورا المصل. تمام يا جماعه؟ ده الاوبتريتور نيرف. ايضا ليه موتور وسنسور قليل واللي هو ارتكولر. الصوره دي جبت لكم صوره حلوه قوي كنت انا كاتب بس ايه الصوره الجميله دي جبتها حلوه قوي الصوره دي. ادي هنا الاوبتريتور اهوت وادي الكنال وادي اوبتريتور ادات بريفيس انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. البوستيريور نخلص منه يديني اوبتريتور اكسترنس وادات الماجنس وكاتب لك انا بيوبيك بار. دي مش موجوده عنده ولا كاتبها انا دي؟ يعني دي مش موجوده في الصوره انا اللي فاهمها ضعيفه يعني. يبقى يدي بيوبيك بار ومديك لون ليها جميل ومش عارف ايه. طيب لما تلاقيني كده حاجه ملونها وعامل كده حاجه قول للدكتور حاجه من حاجه من كده دور دور وبص ده كنت عديتها كده لا اقف اقف معاها في حاجه هنا. ماشي يا جماعه؟ ده كان اليو سي ال بيعترض على النقطه دي. تعترض على ايه؟ قال لكم قال لك الطلبة عشان ما تنبهوش هو الامتحان دي محاضره ايوه الامتحان بجيب لك كل حاجه في الامتحان في الامتحان بكتب لك حاجه كده انما في المحاضره انا عايزك تلقط المعلومه وتبقى في ذهنك خلاص انا بالطريقه اللي انا عايزها صح ولا لا؟ فهنا ده بوستيريور ديفيجن الانتيريور هيديني هو كان قدام الدكتور ايه بريفيس يديها ويدي اللي فوق منها الدكتور لونجس ويدى البكتينياس. قال انت قلت له بكتينياس خايف من الفيمورال بكتينياس اتس وان اوف ذا ماسل هاز دبل نيرف سبلاي فروم ذا فيمورال اند فروم ذا فروم ذا اوبتيريتور. ماشي يا شباب؟ وبعد كده يدي اللي هو ارتيكولار لانتيريور ديفيجن يدي الهيب جوينت والبوستيريور ديفيجن يدي الني جوينت. انتيريور يدي الهيب جوينت والبوستيريور يدي الني جوينت. ماشي الانتيريور ديفيجن يدي الهيب جوينت والبوستيريور ديفيجن يدي الني جوينت. عشان كده انا كنت انا وقفت فكرت في ايه لما قلت لكم المحاضره بتاعت الجوينتس لما قلنا ان في لما يكون في بين في جوينت مون اكزامينشن ها وبعد كده لو في نيرف سبلاينج تو جوينتس لو في بين في واحد منهم يبقى في بين في الاخر. فهنا لو واحد عنده بين في الني جوينت يبقى مش لازم كل حاجه في الني ممكن يكون ايه ان هو في بين اصلا في الهيب جوينت ولان النيرف اللي هو كله اوبتيريتور سبلاينج الاثنين فيبقى ايه ده بين في الاذر برانش. ماشي يا شباب؟ ده اللي هو يبقى هنا ادى هنا جراسيلس الدكتور لونجس وبريفيس وبكتينياس وادى ارتيكولار للهيب جوينت. وبعد كده طب هو ملوش كوتينس ليه كوتينس جزء صغير في اللور ميديال بارت اوف ذا ساي يعني حته كده مع الايه مع الميديال كوتينس اوف ذا ساي وعشان كده لما يتقطع ده السنسور افكت بتاعه ايه مش باين قوي. ماشي يا شباب؟ تمام. اوبتيريتور نيرف انجري يحصل ازاي بقى؟ الحاله دي الاول انتوا خدتوا طبعا انا سيبها بص انا في شلت في جزء شلته كنت كاتبه بالعربي طبعا انتوا لانه خدت كنت اكتبه للجماعه الاولين اللي هم بتوع اللي هم كانوا بيجوا في السيستم القديم ما كانش يعرف يعني حاجه السيبر بورس انما انتوا دلوقتي اساتذه في الكلام ده السيبر بورس انتوا عارفينه فهنا ايه الناس عندهم سيبر بورسي ابا موتور نيورون ليجن يبقى عندهم ايه في هنا من ضمن الحاجات مثلا اللي هو اوبتيريتور ماسلز فيها ابا موتور نيورون ليجن ففيها سباستيك باراليسيس مش كده ولا ايه؟
سباستيك بايسس. فهنا الادكتورز بيعملوا ادكشن وده سباستيك فعمل ادكشن جامد قوي لازم ما خليش في راجلك شكله كده حتى بيسموها ابنورمال سيزر جيت كانه رجليه عامله زي المقص. فهمتوها؟ فالحاله ديت يحلوها ازاي؟ فقال لك المصرف ديت اللي عامله الحكايه ديت كده يبقى يتعامل معاها طبعا نرف. فبيعملوا يقطع التندم بتاع اللونجس ماشي ويقطع الانتيريور ديفيجن ماشي بتاع 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 الاوبتريتور ويجي على البوستيريور ديفيجن ما يقطعوش بس يعملوا كراشنج يعني ايه يهتك فيه كده شويه يضعفه ها يبقى على ما يرجع ويشتغل وترجع تشتغل بقى اللي هو البوستيريور ديفيجن ده هيدي ايه الداتر ماجنس ماشي ومع اوبتريتور اكسترنال بس ما تعملش ديت ما تعملش ادكشن يبقى على ما يشتغل ويرجع للبيوبك بارت اوف ماجنس يبقى تكون الحاله خفت شويه ما لقوش حل انهم يعملوا كده غير كده بالنسبه للحاله دي اللي هو الدكتور ماسلز اند سيربرال بولسي ماشي يا شباب طيب اوبتريتنيف انجري بنتريتنج ووند هو معدي في الكنال ممكن يحصل فيها هيرنيا ماشي يعني في الكنال والايه واللي هو اوبتريتنيف فورمان ديورنج ليبر هيد كبيره ضغط عليه حاجة دي تعمل ايه؟ تعمل انجري ليه؟ اوبتيتر نيرف ماشي طبعا دي رير يعني لكن ممكن تحصل يعني ماشي الكلينيكال بيكتشر السنتري قلنا مينيمالوس الموتور الادكتورز ابرايزد يبقى هيشتغل الادكتورز تعمل ادكشن للساي ماشي الادكتورز تشتغل لوحديها مفيش حد معاكسها فيبقى عنده الساي عنده ابدكتد ما يعرفش يعمل ادكشن لان الادكتورز اي دي دي ابرايزد فالاي بي دي هم اللي شغالين واخدين الايه الصاي ناحيتهم ماشي السنسوري لوس قليل زي ما قلنا يعني نيجليكتد يعني مش محتاج نقف عنده سايتك نيرف سايتك نيرف حبيبنا ده لارجست برانش اوف سيكريال بريكسس اند لارجست نيرف ان ذا بودي ال 4 و 5 اس 1 2 3 ده الروت فاليو بتاعته ال 4 و 5 واس 1 2 3 خدتوا انتوا كده ان هو طلع من الايه من البلفس تحت الايه بايرفورمس ده الكومن ماشي وديسندنج وهو طالع هنا خد بالك ان هو ميد واي بكتب لك بالاحمر ها بص على الاحمر عشان انا كاتب ايه بقى بين الجيتر تو كانتر ميد واي من الجيتر تو كانتر لاترالي والاسكال تو بروست ميديا دي تمام ده السيبس اتوم بتاعه يبقى انت بتقدر بتحس انت الجيتر تو كانتر وتحس اللي هو الايه اسكال تو بروستي في النص بينهم تقدر ترسم الايه اللي هو ساتيك نيرف ديسندنج على المسلز اللي انت شايفها ديت اللي هم ايه اوبتيك انترنس والتوجي من لاي والكواديس فيمورس ماشي ده مكانه في الجلوتير ريجن وبعد كده بيبقى سوبرفيشال لي في ايه سوبرفيشال لي ماكسيمس وبوستيريو كوتينس نيرف اوف ذا ساي شفناها قبل كده ماشي ودي من الحاجات اللي قلناها ده يجي هنا ساب هنا المنطقه دي كده وهنا على جلوتيس ماكسيمس على الادات الماجنس اجيب الصوره الثانيه هنا ايوه اجي ان هو بعد ما يسيب الجوتير ريجن يبقى بين اللونج اوف بايسبس سوبرفيشال بعد ما خلصت وبعد كده تحت منه في ايه الدكتور ماجنس في الميدل اوف ذا ساي او في اللور بارت كومنلي يتقسم الى كومن برونيال اللي هو لاتر بوبليتيال وتيبيال او الميديال بوبليتيال ده الكومن في حالات ايه ابنورمال او يعني ايه اوكيجن اللي هو حوالي 10-20% يتقسم فوق والايه كومبرونيه زي ما قلتلكم يمشي ثرو باي ريفورمس في الحاله دي النيرف سبلاي يبقى الكومبرونيال يدي شورت نيرف بايسبس والتيبيال يدي الباقي واضح انت معايا تاني احنا لما بنقول كده عن الهامسترنج ماسلز نيرف سبلاي بنقول كلها سبلاي بالايه سياتيك نيرف وبعدين تلاقي بعد الكتب شويه كده قلت لك بقى كاتب في السلايد ان هم ايه اول اوف ذيم ار سبلاي باي ذا تيبيال نيرف اكسبت شورت هيد باي ذا كومبرونيال لو النيرف مقسوم فوق بدري قبل ما يدي المصل ديت يبقى هيبقى توزيعهم ايه الشورت هيد من الكومبرونيال والباقي من التيبيال بس كده خلاص ماشي يا شباب انتوا معايا طيب فهو هنا عند الميدل اوف ذا باك اوف ذا ساي او تحتيه شويه يتقسم الى الكومبرونيال اند تيبيال نيرف برانشات يبقى هو الاثنين التيمر بتوعه ادى المصرز اللي قلنا عليهم البايسبس والسيمي ميرونس والاسكال بارت اوف ادات الماجنس ماشي طيب ده هنا في المنطقه دي كلينيكال نوتس سايك نيرف انجري الحاله اللي عندكم بوستيريو ديسلوكيشن لان سايك نيرف ورا الهيب جوينت زي ما انت شايف ديسلوكيشن جامد يبقى دخل على النيرف عمل انجري للنيرف اها
الصوره ديك فيها ايه؟ في في اه شايف الصوره ديك؟ اذا عمل انجري للنيرف اهوت ده وده كومن كار اكسيدنت. على الدايره الرابعه. لا فورس رينج رود. الله يهديك. وماشي 140. خليكم معايا. فيبقى ده يبقى كومن انكار اكسيدنت ان يحصل بوستيرير ديسلوكيشن. ويبقى اللي يحصل بوستيرير ديسلوكيشن يبقى ايه؟ يكون قاعد في الامام يا اما هو سائق السياره او اللي قاعد جنبه على الكرسي الامامي. ماشي؟ خصوصا ان ما كانش رابط حزام كمان فالتروما جات له وهو قاعد فليكسنج النيه شويه كده او فليكسنج النيو وفليكسنج الهيب ماشي فبعد كده او سايد اكستنشن بعد كده جت روما جامد هنا قام زقت ورا كده وراحت خلعه الهيد اوف ذا فيمر فروم ذا استابلم وحدفتها ورا يجي لك العيان وعنده ايه حاجه كده موجوده هنا مكلكعه هنا يعني في جلوتير ريشن هنا ماشي بينفول الماس هنا اللي هي ذا هيد اوف ذا فيمر راحت ورا ايضا من الحالات المشهوره اهي رونج انجكشن انت قلت لي ريجن ده ما تجيش الناحيه دي خالص خليك بره انا خليك بره في الامان ماشي يا جماعه او ستاب وند بقى ستاب ده تحط اي حاجه او جان شوت ممكن يحصل بس يعني ستاب وند هنا صعبه شيء انه هنا رؤوس مكبس كبيره هذا يطلع الدكتور نعم اقول دكتور شكله هذا بيصير جريمه في دكاتره كده يا اخويا وجماعه اكتر من كده تزعلان ليه؟ نعم ايش علاجها؟ نعم ايش علاجها؟ طب نتكلم بس عنها الاول كده نشوف نفكر مع بعض في العلاج نتكلم عنها الاول فهنا يبقى دي الكوزس خليكم معايا لما تعرف الكوز بتاع الحاجه يبقى انت ايه لما جالك عين وانت من الهيستوري تقدر تقرب على التشخيص ماشي؟ يعني واحد يقول لك ايه ده مش عارف ايه كان ده كان سخن يا دكتور وعنده انفلونزا وحرارته 39 وقال لي اديني انجكشن وبعدين جيت اجيب له وريد ما ايش وريد قمت قلت قال لي اديني هنا بس فديت حقنه طيب يبقى هي دي المشكله بعد الحقنه على طول قايم مش قادر يشيل رجليه الله يخرب بيتك عملت في الراجل ايه؟ طيب كلينيكال بيكتشر موتور وسنسوري موتور الهامسترنج انضربوا يبقى الهامسترنج بيعملوا ايه؟ فليكشن اوف ذا ني بس الني تبقى بس في سلايد فليكشن موجود دي كنت قلتها مش وقت الكلام مش شايف ايه هنا دلوقتي في سايد فليكشن موجودين بايه؟ سارتوريوس بتاع الفيمورار وجراسيلس بتاعة الابدكتور وصلت؟ وصلت يا جماعه؟ يبقى رغم ان الستاتيك نير بارايزد لكن ما فقدش الفليكشن زي دي تماما في سايد فليكشن هو مش زي الاول لكن في سايد فليكشن باي سارتوريوس اللي هي سبلايب بالفيمورار مالهاش علاقه بالستاتيك والجراسيلس اللي هي سبلايب بالايه؟ بالاوبتريتور تمام؟ ده الموتور افكت وبعد كده طيب ده اللي هو اباف ذا ني بلو ذا ني كل المصر بتاعت بلو ذا ني اللي هو انتيريو كومبارتمنت ولاترال وبوستيريور والفوت كله بالايه؟ بيصبلات بالستاتيك نيرف هو وولاده ماشي؟ فيبقى كل دي بارايزد فيبقى الفوت هيبقى وضعه ايه بقى؟ فوت دروب بانهي مصل؟ كله انهي مصل تعمل فوت دروب؟ ده كله بارالايزد ايوه باي ذا ويت اوف ذا ليم اوف ذا فوت يعني هو يبقى الفوت كده مدلدل نفسه كده بوزنه بالويت انما مفيش مصر شغاله كله بارالايزد يبقى فوت دروب باي ذا ويت اوف ذا فوت ذير از نو مصر اكتنج لان هلاقي فوت دروب بعد شويه بتاعت كومي رونيل هقول لك هو في دروب فوت ليه سببه ايه ماشي يعني هذا في الدروب هذا حق نفس الستاتيك نيرف كله حق الستاتيك نيرف نعم مو بس البرونيال برانش لا البرونيال برانش يبقى ليه قصه اخرى هقولها بعد شويه يعني اذا ضرب الستاتيك ده الستاتيك يعني نتيجه ايه بوستيريور ديسكيشن واتقطع لما الايه الهيد طلعت من الايه من مكانها وعلى الخارج وقطع الستاتيك نيرف يبقى كل المسلز بيلو ذا ني ار بارالايزد انتيريو لاترال بوستيريو مفيش مسل شغاله والفوت ياخد الايه بوزيشن اوف ذا فوت دروب هو فين ده هناك ده هتلاقيها ماشي كانت موجوده صوره هنا ولا ايه طيب المهم طيب ما يجراش حاجه نشوفها بعدين المهم يبقى باي ذا ايه باي ذا ويت اوف ذا ليم اوف ذا ايه فوت السلف السنسوري
سنتري لوس اوف سنسيشن بيلوزني ايضا كله ما عدا سفنا شنير في مكان بقى ايه ميديا سايد اوف ذا ايلج والفوت والميديا سايد اوف ذا ايه اوف ذا فوت تيل ذا بول اوف ذا بيك تو. لكن بقيه البيك تو في باراليسيس خد بالك. احنا قلنا وصلنا لحد بتكربه ما تتصلش فالانجيال جوينت لحد هنا ده الحته دي فيها ايه نيرف صليبي بتاع السفنس. لكن الديستال بارت بتاعت البيك تو في باراليسيس او في سنترولوس سنترولوس. انتوا معايا؟ طيب سياتيكا عشان الحاله اللي جايه لكم في الايه في التي بي ال واتس سياتيكا. حد يقرا ويقول لنا بين along distribution of sciatic nerve. بين along distribution of sciatic nerve يبقى هيبقى البين موجود فين؟ في الباك اوف ذا ساي والباك اوف ذا ليج واللاتر سايد اوف ذا ليج. بين along distribution of the sensory supply of the sciatic nerve. ماشي؟ انا فكرت في حاجه وكنت عايز حد واحد يقول لي هو السايتك نير بيدي سنسوري في الساي؟ ما قلناش الكلام ده. امال في بين في الباك اوف ذا ساي ليه؟ لان الحاله سايتك احنا اتعودنا ان احنا نقول ايه؟ ان هو سايتك يعني سايتك نير. لكن هي المين كوز بتاعها بتاع سايتك اللي هو ايه؟ ديسك برولابس مش كده ولا ايه؟ كوز برولابس الديسك ده اللي هو موست كومن كوز. ديسك برولابس ده بياخد الرؤوس اوف ذا لور لامبر والسكر سواء بتاع بقى ايه سياتيك سواء بصيري كوتيرسيف وصاي. ماشي يا جماعه؟ أيوة. انتوا معايا؟ فعشان كده السبب ناخد بالنا من الحكايه دي. يعني انا مريض كده قلت له طب هو السياتيك نجم بيدي سنسور هنا ده مين؟ ده من اللور لامبر والسكرر اللي هم بيدي ايه؟ اللي هو بيدي بصيري كوتيرسيف وصاي اللي هو صدمنج المنطقه دي. واحنا قلنا نعم بنقول ان هو الديسك بيعمل بريشر على اللور لامبر والسكرر النيرفز سواء نيرف واحد بس هو مو نيرف سباينال اللي هو ايه؟ الديسك مو يصير له برولابس يضرب نيرف واحد سباينال روت اي ممكن بيضرب اكثر من واحد وهو معديين عليه يقوم يضغط عليهم كلهم. يعني هو في مكان واحد بس واحد اكثر من واحد معديين يضغط عليهم. يعني مثلا هو عندي الا اربعه وخمسه ماشي او بين اربعه وخمسه اس واحد يضغط لحد الا اربعه وبعد كده اللي تحت يضغط اللي جاي من فوق ضغط عليهم كمان ماشي تمام. لو في ضغط على الايه سباينال كورد سيلف سباينال كورد بنتهي عند ال1 ايوه وبعد كده خدها كوينه فيها اللي هو اللمبر والسكلر أيوه. يضغط يقوم يجيب الايه ساتيك نيرف ويجيب البوستيريو كوتيرا تنفذ ساي وده يفسر لي السنسوري لوس او البين اللي موجود في الباك اوف ذا ساي. لان الساتيك نيرف هنا مش مدي ايه مش مدي سنسوري لوحده باي سيلف ما بيديش سنسوري هنا صح ولا لا؟ تفسيرها ايه؟ يبقى بريشر على اللور لمبر والسكلر نيرفس باي ذا ريسك برولابس. وصلت؟ حاجة تانية لو في مثلا سكلر بريكسس في البلفس في تيومر خدنا السنة اللي فاتت كانسر ايه؟ حد يفتكر؟ كانسر 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 كولون كانسر ريكتم صح برافو عليك. وكنت كان في جون وشوية سيفير انتراكتبل بين يعني ألم لا يتحمل تمام يضغط على الايه ما هو يا اما يضغط على الروتس يا على البلكسس يا على النيرف سايتك تات حاجه من تات حاجات حاجه ضغط على الروتس قبل ما ايه ما تعمل البلكسس او على البلكسس تيومر او على النيرف بعد ما يتكون بلكسس ماشي انفلاميشن في النيرف ماشي او اتقطع مثلا بحاجه او في او لا بريشر عليه ده اللي هو كودز اوف سايتك يبقى بين الونج سنس ديستريبيوشن اوف سايتك نيرف in the back of the thigh, back lateral side of the foot, or lateral of the leg, or lateral part of the foot. وادي هنا السنسور ديستريبيوشن اهوت اللي هو اللون الاحمر دوت الريد ده موديك الاريا اوف ذا بين. وادي بريشر باي ذا نيرفس موديك اهي. طيب. ادي حاله اهي. دي الحاله دي سبق الشرح بقى فعايز حد يفكر. نص وخمسة تمام هنخلص ان شاء الله ايوه حد يقول برافو عليكم كومي برونيال نيرف انت عندك فراكشر اول ما تسمع كلمه فراكشر نيرف اذا في بلا كومي برونيال نيرف وانت مغمض زي ميدا ايبو كوندايل قلب نيرف فراكشر نيرف اذا في بلا كومي برونيال نيرف ماشي يا شباب نخش على الايه كومي برونيال نيرف تيل ذا سمولر اوف ذا تو تيما برانشز اوف ذا سايتك نيرف سمولر اوف ذا تو تيما برانشز اوف ذا سايتك نيرف
في